السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نبداو لي زانتيغرال جينيراليزي، تكون اول حصه غادي نشوفوا فيها التمرين الاول. والا بقى الوقت يعني ما فتناش واحد 30 دقيقه غادي نزيد حتى التمرين الثاني باش تكون هذه الحصه الاولى. غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا واحد الانتيغرال جينيراليزي وكنعرفوا واش كونفيرج ولا ديفيرج انطلاقا من البريميتيف. شنا 30 ولا اكثر من 30 فيديو بالنسبه لاش بالنسبه لي زانتيغرال سامبل، كيفاش كندير نحسب لانتيغرال، الطرق، الافكار. مزيان، دابا غادي نشوفوا لانتيغرال جينيراليزي بالبريميتيف، يعني خصك تكون ضبطتي معايا البريميتيف يعني ولا طرق مهم عامه ديال الحساب ديال لي زانتيغرال باش نقول واحد لانتيغرال جينيراليزي واش هو كونفيرج ولا ديفيرج، واش هو متقارب ولا متباعد. صافي، من بعد غادي نشوفوا لي كريتير. صافي، كريتير دو كومباريزون ريمان، كاينه بزاف ديال لي كريتير. صافي، غادي نجمعهم، نحاول ندير واحد الملخص في واحد الحصه وعاد نبداو الخدمه بالنسبه للتمارين اللي كيخدموا بلي كريتير. اذا نجيو دابا نشوفوا هذا التمرين واحد اللي قال كونفيرجون اي كالكولي دي زانتيغرال سويفون. غادي نحسبوا دي زانتيغرال ونقولوا واش هما كونفيرجون ولا ديفيرجون. نبداو باول انتيغرال اللي هو اي 1. بالنسبه لاي 1 هو الانتيغرال من 0 بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال دو موان اكس دي دو اكس. مزيان، بالنسبه لهاد الانتيغرال راه كاينه الكريتيك ديالو. صافي، كاينه الكريتيك ديالو، كتشوف غير هادشي اللي مضروب في اكس واش اكبر من واحد ولا اصغر من واحد، وكتقول واش هو كونفيرجون ولا ديفيرجون. صافي، بينما دابا غادي نخدمو باش بالطريقه الاعتياديه. باش كتعرف ان انتيغرال راه انتيغرال جينيراليزي، كتمشي للفونكسيون ديالك اف. مثلا هنا الفونكسيون اف ديالي شنو هي؟ هي الفونكسيون اللي نضاف، يعني اف مالا هاد اف هادي راه كونتيني. واش هي كونتيني سوغ هاد لانتيرفال 0 بلوس لانفيني ولا لا؟ كونتيني سوغ لانتيرفال 0 بلوس لانفيني. اذا هي راه انتيغراب سوغ لانتيرفال 0 بلوس لانفيني. باش كتعرف بلي هو انتيغرال جينيراليزي، كتلقى وحده من هاد جوج النقط هادو خارجه المجال، بحال دابا بلوس لانفيني خارجه. صافي، ومي كتكون بلوس لانفيني راه كتعرفو ديريكت. احنا غنشوفو مي كتكونش بلوس لانفيني باش كتعرفو راه انتيغرال جينيراليزي. اذا بالنسبه ليا اي ان دابا كندير نحسبو، عادي نعتبر، صافي غنعتبر واحد ا ابارسون لانتيرفال 0 بلوس لانفيني، يعني واحد العدد موجب. وغنجي لهاد اي ان، هذا اي ان غيولي ليا هو لانتيغرال من 0 عندك ا اللي هو عدد موجب. من بعد انا نوريك كيفاش غدير، غتحول هادشي هذا لليميت، مي غاتجي تعوض من 0 ل ا ديال ليكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس. شنو هو لانتيغرال ديكسبون ديال موان اكس؟ لانتيغرال ديكسبون موان اكس راه هو واحد على هاد العدد اللي مضروب في اكس هو ناقص واحد، واحد على ناقص واحد راه هو ناقص واحد، ديال اش؟ ديال هاد ايكسبون موان اكس من اش؟ من زيرو حتى ا. مزيان، هاد الناقص كدير ليا كتبدل ليا لي بور، ياك؟ يعني ا كتهبط لتحت وزيرو كطلع للفوق، يعني كتبدل لي بور، يعني هنا تولي ا وهنا زيرو. دابا اش كندير انا في العاده؟ كنعوض، غتولي ليا هنا تعوض بداك البور اللي الفوق، يعني ليكسبو ديال ناقص زيرو ناقص ليكسبو ديال اش؟ ديال ناقص هاد ا. إذا بالنسبة لـ إي أن هنا شنو هو؟ راه هو ليكسبود ناقص زيرو اللي هو إكسبود زيرو اللي هو واحد، هنا ناقص كدخل ليميت، ليميت كون داك أ في كيمشي، داك أ بلاص ما بدلتو، بلاص بلوس لانفيني، يعني ليميت أ من كيمشي بلوس لانفيني ديال أش؟ ليكسبود ديال ناقص أ. شنو هي ليميت في بلوس لانفيني في إكسبود ناقص أ؟ ناقص أ في بلوس لانفيني كتمشي لموال لانفيني، وليكسبود موال لانفيني شحال هي؟ هي زيرو. يعني بالنسبة ليا هنا اي ان شحال يولي ليا؟ واحد ناقص زيرو شحال هو؟ اي ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديكسبونونسيال موان ا ايكال زيرو، يعني اي هو واحد ناقص زيرو هو واحد. يعني بالنسبة لهاد لانتيغرال هذا خرج ليا كيساوي عدد ماشي بلوس ولا موان لانفيني، الوغ اي ان مالو راه كونفيرجون، الوغ هاد اي ان هذا راه كونفيرجون، راه متقارب حيت راه خرج كيساوي عدد. ندوزو ل اي 2، نشوفو اي 2 عاوتاني. بالنسبة لانتيغرال اي 2 شنو عطانا في اي 2؟ اي 2 هو لانتيغرال من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني ديال اش؟ ديال دي دو اكس سوغ ان بلوس اكس او كاري. مزيان، هاد الفونكسيون لي نداخل هي واحد على اكس او كاري، اف كونتيني، هاد الفونكسيون لي هي واحد على واحد زائد اكس، هادي يمكنلك تعوض فيها من ار كاملة، يعني كونتيني سوغ ار، و ار شنو هي؟ هي موان لانفيني بلوس لانفيني.
ياك يعني راه هي كونتينيو على هذا المجال هذا غير هنا نعتبر واحد ا كينتمي للانترفال 0 بلس لانفيني موجب وعادي نعتبر واحد ب في كينتمي ب نعوضو بلاص موال لانفيني يعني يكون كينتمي للانترفال موال لانفيني 0 المجال السالب باش هنا ايدو شحال يولي ليا ايدو دابا ايدو اللي هو الانتيغرال من اش من ب اللي هو العدد السالب حتى الفا اللي هو العدد الموجب ديالاش ديال تديدو اكس على واحد زائد اكس او كاري هذا راه سامبل هاد الانتيغرال هذا يعني دي اكس على واحد زائد اكس او كاري هو الارك طونجون فهذا هو الارك طونجون دو اكس من اش من ب حتى ل ا مزيان يعني بالنسبه ليا هنا اي دو شحال غادي تكون غتعوض في الاول باش ب ا و ا في ماشي بلس لانفيني يعني ليميت كون ا طونفير بلس لانفيني ديال اش ديال الارك طونجون ا موا ليميت حيت كدير الموا ليميت كون بي طونفير اش موا لانفيني ديال اش الارك طونجون بي مزيان اش كنعرف على ليميت في بلس لانفيني ديال الارك طونجون ليميت في بلس لانفيني هي بي على جوج والليميت في موا لانفيني هي ناقص بي على جوج اذا بالنسبه ليا هنا اي دو اش غادي تكون ليا ليميت في بلس لانفيني ديال الارك طونجون دو اشحال هي بي على جوج ناقص ليميت في موال لانفيني ديال الارك طونجون دو بي شحال هي هي ناقص بي على جوج شحال غتساوي ليا بي على جوج ناقص ناقص بي على جوج هي بي على جوج زائد بي على جوج يعني من هنا شنو هي هاد اي دو بي على جوج زائد بي على جوج هي جوج بي على جوج جوج مع جوج مشات بقات بي اذا كي خرجت ليا القيمه خرجت عباره على عدد الوغ هاد لانتيغرال اي دو مالا اي دو راه كونفيرجون اي دو اي كونفيرج مزيان اجي ندوزو دابا بالنسبه لانتيغرال اي 3 لانتيغرال اي 3 بالنسبه لانتيغرال اي 3 شنو هو هو لانتيغرال من جوج لبلوس لانفيني ديال اش ديال دي اكس على اكس او كاري موان زان مزيان لاحظ معايا بلي هنا هاد الفونكسيون اللي نضاح ليا اف دو اكس ليا واحد على اكس او كاري ناقص جوج فين كونتيني هاد الفونكسيون اف دو اكس اللي هي واحد على اكس او كاري ناقص واحد هادي فين كونتيني سوغ لانترفال ار ما عدا اش واحد وناقص واحد ياك هنا راه في هاد المجال مكيناش واحد راه من جوج لبلوس لانفيني يعني راه كونتيني سوغ هاد لانترفال كونتيني سيغ اش كتعرف واش كاينه شي نقطة عاوتاني تقدر تكون شي نقطة داخل هاد الانتقال ما بيناش عاد خصك تبينها فيها مشكل عليها كتشوف الكونتينيويتي فين هي كونتيني كونتيني سوغ لانترفال شنو دو بلوس لانفين يعني راه ما كايناش شي نقطة في الوسط فيها مشكل مزيان يعني بالنسبة ليا هنا لانتيغرال غادي نعتبر غير واحد ا حيت هنا المشكل عندي غير في بلوس لانفيني اما في جوج راه واخا نعوضها هادي غنعتبر واحد ا كينتمي زيرو بلوس لانفيني واحد العدد موجب اش غادي نمشي نعوضو بلاص بلوس لانفيني يعني لانتيغرال اي 3 اش غيكون هو لانتيغرال من جوج ل ا ديال اش ديال تدي دو اكس على اكس او كاري ناقص واحد هاد لانتيغرال ديال تدي دو اكس على اكس او كاري ناقص واحد كي غندير نحلها غندير ديكومبوزيسيون ديال ان اليمون سامبل ديال هاد فراكسيون راسيونيل اللي هي واحد على اكس او كاري ناقص واحد شنو هي اكس او كاري ناقص واحد هي اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد متطابقة هامة وهي اش هي واحد العدد نسميه ا صغيرة على اكس ناقص واحد زائد واحد العدد نسميه بي صغيرة على اش على اكس زائد واحد توحيد المقامات هنا عضرب ا في اكس زائد واحد ا في اكس هي ا اكس و ا في واحد هي ا عضرب بي في اكس ناقص واحد بي في اكس هي بي اكس و بي في ناقص واحد هي ناقص بي هادشي كان مقسوم على اش على اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد يعني هنا لاحظ معايا تعمد هنا راه واحد على اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد لاحظ معايا هنا بلي عندك ا يعني اللي فيهم اكس عندك ا زائد بي اكس وهنا زائد ا ناقص بي مقسوم على اش على اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد وهنا واحد مقسومة على اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد مزيان فهنا داك العدد شنو هو العدد عندي في الطرف هو واحد يعني واحد راه كيساوي ليا العدد اللي كاين في الطرف الثاني اللي هو ا ناقص بي وهنا عندي شي حاجه مضروبه في اكس لا
يعني زيرو شحال كيساوي ليا داكشي اللي مضروب في اكس في الطرف الثاني ا زائد بي. يعني انت الاقل من هنا الا بغينا ا اش غتكون ا هي ناقص بي، غتجي للفوق تعوض ا بناقص بي ناقص بي ناقص بي ناقص جوج بي ناقص جوج بي كيساوي واحد، يعني بي هو ناقص واحد على جوج. يعني ا شنو هي؟ هي واحد على جوج حيت ا هي ناقص بي. يعني بالنسبه لاكس واش غيولي ليا؟ لا، نجيو من هنا نعوضو ا باش ا باش ا بواحد على جوج و بي باش بناقص واحد على جوج. صافي، عوضنا غير ا و بي مزيان، عوضنا غير ا و بي جبدنا من هنا غير كيمكن لك تجبد بي بي تكون هي ولا بي تكون هي ناقص ا ناقص ناقص عطاك واحد على جوج. صافي، دابا غتجي غادي ترجع غتمسح هادشي عليك. درتي دابا ديكومبوزيسيون ديال ان اليمون سامبل، غترجع لهاد لانتيغرال اي 3. شنو هو؟ هو لانتيغرال من جوج ل ا. شنو هي دي اكس على دي اكس؟ ها هي شنو هي؟ واحد على اكس او كاري ناقص واحد. هاد اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد هي اكس او كاري ناقص واحد. شنو هي واحد على اكس او كاري ناقص واحد؟ راه هي واحد على جوج مضروبه في واحد على اكس ناقص واحد، وهنا ناقص واحد على جوج مضروبه في واحد على اكس زائد واحد. مزيان، اذا هنا غادي تنشر غاتولي لانتيغرال اي 3 شنو هو؟ غادي تفرق عليهم واحد على جوج غاتخرج هنا لانتيغرال من جوج ل ا ديال اش دي اكس مضروبه في اكس ناقص واحد دي اكس على اكس ناقص واحد، وهنا ناقص واحد على جوج غاتخرج لانتيغرال من جوج ل ا ديال اش دي اكس على اكس زائد واحد. مزيان، فهنا لاحظ معايا خليو غير اخر حاجه، لاحظ معايا بلي هنا يكون لانتيغرال اي 3 شنو هو؟ واحد على جوج. ها هي شنو هو لانتيغرال ديال دي اكس على اكس ناقص واحد؟ شنو هو الشقاق ديال اكس ناقص واحد؟ هو واحد، هو اللي كاين الفوق. يعني هنا اي بريم على اي، شنو هو لانتيغرال ديالها؟ هو الالين. يعني هنا الالين ديال اش؟ د لا فالور ابسولي ديال اكس ناقص واحد من اش؟ من جوج ل ا ناقص هاد واحد على جوج. شنو لانتيغرال ديال دي اكس على اكس زائد واحد؟ شنو هو الشقاق ديال اكس زائد واحد؟ هو واحد، هو اللي كاين الفوق. يعني عندي او بريم على اي، شنو هو لانتيغرال ديالها؟ هو الالان ديال لافالور ابسولي ديال اش اكس زائد واحد، هادي من اش من جوج ل ا. مزيان، اذا هنا غادي ندخلو الليميت كيما نحط ا نحط حداها الليميت بحيث ان ا كتمشي بلوس لانفيني حيت ا راه عوضناها بلاس بلوس لانفيني. يعني لانتيغرال اي 3 اش غيكون؟ واحد على جوج. هنا غادي نعوض من داخل، غتكون الالين ديال اش عوض في الاول بأ، يعني نعوض بأ خصني ندخل ليميت في بلوس لانفين. يعني هنا ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفين ديال اش الالين لا فالور ابسوليت ا موان زان ياك، وهنا ناقص تعوض بجوج الالين لا فالور ابسوليت ديال جوج ناقص واحد. لا فالور ابسوليت ديال جوج ناقص واحد هي واحد، الالين واحد هي زيرو. صافي، يعني هذه ممكن تحيدها مزيان. وهنا ناقص واحد على جوج، هنا عامل الالان نعوض ب ا، يعني ندخل ليميت نعوض ب ا ندخل ليميت. هنا الليميت كون شنو ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش ديال الالان د لا فالور ابسولي ديال ا زائد واحد ناقص تعوض باش بجوج ناقص عوض بجوج الالين د لا فالور ابسولي جوج زائد جوج هي الالين ديال 3. ما نحسبش الليميت دابا حيت حسبتي هنا تلقى بلوس لانفيني وهنا موال لانفيني. غادي نشر بعدا اي 3 هي واحد على جوج ياك، الليميت اون اتون فيغ بلوس لانفيني ديال اش الالين د لا فالور ابسولي د ا موان زان، وهنا ناقص واحد على جوج الليميت هنا راه بلوس لانفيني ناقص واحد على جوج ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش الالان د لا فالور ابسولي د ا بلوس 1، وهنا ناقص واحد على جوج ناقص الالان 3 هي زائد الالان 3 على جوج. مزيان، هنا لاحظ معايا واحد على جوج واحد على جوج، الليميت في بلوس لانفيني الليميت في بلوس لانفيني. يعني بالنسبه لهنا اي 3 غتكون واحد على جوج عملت بها ليميت في بلوس لانفيني هي ليميت كون اتون فيغ بلوس لانفيني. هنا شنو كاينه داخل؟ لاحظ معايا واحد على جوج عملتي ليميت هي خرجتيها، هنا شنو بقات الالين ديال ا ناقص
الان دو فالور ابسوليت ا موانز 1 وهنا ناقص ياك ها ناقص عملتي بواحد على جوج ليميت خرجتيها شنو بقات الارين ديالك لا فالور ابسوليت ا بلس 1 وهنا موان ولا بلس الان ديال 3 على جوج. غادي نرجع نكمل في الاول باش تشوف واش مازال تسجل مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا الان ديال ا ناقص الان ديال شنو هو بالنسبه لي 3 هنا 1 على 2 ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني. الان ديال ا ناقص ب شنو هو هو الان هنا يكون الان ديال لا فالور ابسولي ديال هذا على هذا هي لا فالور ابسولي كلشي ديال هذا الاول اللي هو ا ناقص ب على داك اللي حدا الموال اللي هو ا زائد ب ياك. وهنا برا زائد الان ديال 3 الكل على 2 ياك. هاد الليميت هادي الليميت بلس لانفيني ديالاش ديال ا ناقص 1 على ا زائد 1 شنو هي؟ هي اكبر اس اكبر حد على اكبر حد يعني ا على ا. هادي اللي كاينه داخل الليميت ديالها في بلس لانفيني شحال هي؟ هي 1 حيت ا على ا هي 1 الاليند 1 شحال هي؟ هي 0 يعني هادي كامله مشات ل 0 0 في 1 على 2 0 يعني بالنسبه للانتيغرال ادخل شحال القيمه ديالو ديال الان ديال 3 على 2. اذا هاد اي 3 هذا مالو راه كونفيرج حيت القيمه ديالو كيخرجاش عباره على عدد ماشي بلوس لا موال لانفيني. اذا اي 3 كونفيرج مزيان. اجي نشوفو دابا لانتيغرال اي 4 مزيان. نشوفو لانتيغرال اي 4 حاولت نجمع هنايا يعني شويه واخا هو راه ضروري تشوف لانتيغرال سام. المهم حاولت نجمع شويه الافكار هنايا بالنسبه لهاد التمارين هاد الاول والثاني يعني باش تذكر معايا الحساب ديال ديزانتيغرال. فالانتيغرال الرابع هنا شنو هو؟ هو لانتيغرال من اش من زيرو بلوس لانفيني ديال اكس اكسبونسيال ناقص اكس او كاري دي دو اكس. مزيان هنا راه بلوس لانفيني بلوس لانفيني معوق بلوس لانفين. مزيان هنا هاد الفونكسيون لي لداخل لي هي الفونكسيون اف دو اكس اش كتساوي لينا؟ اكس اكسبونونسيال ناقص اكس او كار. هادي فين كونتيني؟ كونتيني على ار حيت اكس بولينوم في ار ليكسبونونسيال راه في ار. اذا هادي فين كونتيني؟ كونتيني على ار. حنا عندنا لانتيغفال زيرو بلوس لانفيني راه في ار يعني هادي راه كونتيني سيغ هاد لانتيغفال زيرو بلوس لانفيني مكاينه فيها حتى شي مشكل. إذا لاحظ معايا هنا خصني نحسب غير لانتيغرال غادي نعتبر واحد العدد ا باش نعوضو بلاص بلوس لانفيني ا أبارتون لانتيغفال زيرو بلوس لانفيني. يعني هنا لانتيغرال اي 4 شغيولي هو لانتيغرال من زيرو بلوس لانفيني ديال اش ديال اكس اكسبون من زيرو ل ا يعني بلوس لانفيني نعوضو بعدد ا هنا ديال اش ديال اكس اكسبونونسيال ناقص اكس او كاري دي اكس. مزيان إذا لاحظ معايا هنا بلا قلت لك الشقاق ديال اكس بو ناقص اكس او كاري عامه الشقاق ديال اكس بو اي شنو هو؟ هو اي بريم اكس بو اي ياك. ولا قلت لك الشقاق ديال ناقص اكس او كاري لاحظ معايا انت غير لاحظ شنو هو الشقاق ديال ناقص اكس ماشي كامله حيت ناقص راه كاينه برا ناقص اكس او كاري قال لي هذا الشقاق ناقص كتخرج الشقاق ديال اكس او كاري هو 2 اكس. اذا بين لي انت الشقاق هنا حيت الا دخلتي لانتيغرال هنا ودخلتي لانتيغرال هنا هنا لانتيغرال مع البريم كيمشي يعني الشقاق مع لانتيغرال كيمشي اش كتبقى لي الاكس بو دي هي لانتيغرال دي بريم في الاكس بو ديال تي. اذا هنايا شنو هو الشقاق ديال هذا ناقص اكس او كاري راه هو ناقص 2 اكس عم بينا تعاولي لي هذا لانتيغرال اي 4 هنا ناقص 1 على 2 ها هي ومن داخل غادي نبين ناقص 2 ها هي ناقص 2 اكس غير ضربت في ناقص 2 وقسمت على ناقص 2. هنا لانتيغرال من اش لانتيغرال من 0 حتى ل ا ديال اش هنا الاكس بو ديال ناقص اكس او كاري دي دو اكس. شنو قلنا لانتيغرال ديال تي بريم اكس بو دي راه هو الاكس بو ديال تي هنا ها اي بريم ها الاكس بو ديال تي يعني هادي شنو هي؟ هادي راه هي الاكس بو ديال اش ناقص اكس او كاري لانتيغرال من زيرو حتى ا. هنا بقى لي غير نعوض يعني لانتيغرال اي 4 شنو يساوي ليا
بالنسبه ل ا ندخل ليميت، يعني ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش، ديال الاكس بو ديال ناقص ا او كاري، وهنا ناقص عوض بزيرو الاكس بو ديال اش ناقص زيرو او كاري، هذا الاكس بو ناقص زيرو او كاري راه هو واحد. ليميت هادي ا كيمشي لبلوس لانفيني، ا او كاري كيمشي لبلوس لانفيني، ناقص ا او كاري في يمشي لموان لانفيني، الاكس بو موان لانفيني شحال هي زيرو، يعني هادي فين مشى زيرو، وهذه فين مشى مشى الواحد مع الموان اللي كاينه برا مشى الموان زان. هذا شنو هو؟ هذا هو لانتيغرال اي 4. لانتيغرال اي 4 كيساوي لنا عدد، يعني هذا لانتيغرال اي 4 مالو راه كونفيرجون، مزيان يعني لانتيغرال اي 4 راه كونفيرجون. اجي نشوفو دابا لانتيغرال الموالي اللي هو لانتيغرال اي 5، مزيان شحال وصلنا مازال لانتيغرال اي 5، يعني على الوقت وصافي باش ما نطولش الفيديو بزاف. بالنسبة لانتيغرال اي 5 لاحظ معايا، اي 5 هو اي 5 هو لانتيغرال ديال اكس اكس بود ناقص اكس دي دو اكس، من اش؟ من زيرو بلوس لانفيني. الا قلت لك هنا اخويا عادي نخدمو باش بداك القضية اللي درنا من قبل للشقاق، ما خدامة ليه. شنو هو الشقاق ناقص اكس؟ وناقص واحد، وانا عندي هنا اكس، اذا هذيك ما خدامهاش. هنا اللي خادم لانتيغرال سامبل غيقول لك نخدم بالبار بارتي ديريكت، ما عندويش معاه بار بارتي يمشي لي ديريكت. البار بارتي خصك تلقى لي على البيس، قلت شرحت علاش في البار بارتي. ا هي الارك سينوس الارك كوسينوس الارك طونجون الارك اس اش الارك تي اش صافي. بالنسبه ل ال هي ال بي بولينوم اي اكس بو، و اس هي سينوس كوسينوس، مزيان كيمشيو بهذا الاتجاه في الاختيار ديالك الاي. اذا حنايا هنا هاد الفونكسيون راه كونتينيو سو لانتيرفال 0 بلس لانفيني، ما كاين حتى شي مشكل. هنا نعوض بلس لانفيني ب ا، نجي ندير البار بارتي اختار ليا اي. اي باش كتختار ب ال بي، شكون سابقا البولينوم ولا الاكس بول؟ بولينوم، يعني البولينوم هي اللي سابقا اكس. بالنسبه لفي بريم شنو هي؟ هي الاكس بول ناقص اكس. اذا انطلاقا من هنا شنو هي اي بريم؟ الشقاق د اكس هي واحد. وشنو هي في؟ لانتيغرال د اكس بول ناقص اكس راه هي ناقص اكس بود ناقص اكس. لو تطبق لي هنا البيس، يعني بالنسبه لي هنا غيكون اي 5 شنو هو؟ هنا راه الداله الاصليه يعني اي فوا في، يعني هنا ناقص غتخرج اكس اكس بود ناقص اكس. هنا لانتيغرال من 0 ل ا بلس لانفين عاود تبقى، وهنا ناقص لانتيغرال ديال اش؟ هادي في هادي راه البيس صافي بار بارتي. هاد الناقص اللي هنا غتخرج غتولي زائد، هنا الاكس بو ديال ناقص اكس دي دو اكس من اش؟ من زيرو حتى ا. اذا بالنسبه لانتيغرال اي 5 شيساوي ليا هاد الموال اللي كاينه برا كتقلب ليا لي بور، يعني يولي هنا اكس اكس بو ديال ناقص اكس من اش؟ من هنا من زيرو ل ا غيتقلبوا لي بور، غيوليو من ا لزيرو. وهنا لانتيغرال ديال اكس بو ناقص اكس، شنو هو لانتيغرال ديال اكس بو ناقص اكس؟ راه هو هنا زائد. شنو هو لانتيغرال ديال اكس بود ناقص اكس؟ راه هو ناقص اكس بود ديال ناقص اكس، ناقص تخرج برا، وهنا من اش؟ راه من زيرو ل ا. هاد الناقص الا بغيت ندخل عليه شنو؟ تقلب ليا لي بو، يعني كان من زيرو ل ا يولي من ا لزيرو. هنا لانتيغرال يعني الداله الاصليه من ان زيرو، من ان زيرو نجمعهم في وحده هنا، شنو يولي ليا؟ هنا اكس اكس بود ناقص اكس، وهنا زائد اكس بود ناقص اكس من اش؟ من ا لزيرو. مزيان دابا غير غادي نعوض، يعني بالنسبه لانتيغرال اي 5 شنو هو؟ غادي نعوضو في الاول بزيرو الفوق، عوض بزيرو، يعني زيرو في الاكس بود ناقص زيرو شحال هو؟ هو زيرو زائد الاكس بود ناقص زيرو شحال هو؟ هو الاكس بود زيرو اللي هو واحد، ناقص غدخل ليميت هنا، غتكون ليميت هادي ناقص ليميت هادي، يعني ناقص غدخل عليهم بجوج. يعني ناقص ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس اكس بود ناقص اكس، مزيان. وهنا ناقص ليميت كون اكس طون فيغ ولا كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال هاد الاكس بو ديال ناقص ا، غتبدل بأ، حتى هنا نسينا ما بدلناش بأ، بدل بأ بدل بأ بدل بأ، ا اكس بو ديال ناقص ا. وهنا ناقص ليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس بود ناقص ا. هنا ليميت كون اكس طون فيغ ولا كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ا اكس بود ناقص ا، لي علاقه شنو هي؟ دائما الاكس بو كيغلب
كيغلب الا اكس كي اكس بود اكس كيغلب اكس. يعني بالنسبه لي هنا نشوف الاكس بو اكس بو في هاد بلس لانفيني يعني اكس بود ناقص افي كيمشي لزيرو يعني هادي كتمشي لزيرو وهاد اكس بو ديال تما لانفيني راه زيرو. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا واحد صافي. يعني لانتيغرال اي 5 شحال هو واحد يعني راه هاد لانتيغرال كي داير راه كونفيرجون. لانتيغرال رقم 6 شوفوا لانتيغرال رقم 6 بالنسبة للانتيغرال رقم 6 هو الانتيغرال من اش؟ من واحد البلوس لانفيني ديال دي اكس على اكس او كاري. من بعد هذا تولي تخرجو ديريكت برايم صافي. دابا غادي نخرجو هنا هذا راه فين كونتيني؟ كونتيني سوغ ار ايطوال ياك؟ يعني راه كونتيني سوغ لانتيغرال ان بلوس لانفيني عادي. هنا عادي نبدل عيب بلوس لانفيني ب ا تولي ا هنا بحيث ان ا كتنتمي لانتيغرال زيرو بلوس لانفيني راه بوزيتيف. هنا ديال دي اكس على اكس او كاري هذا هو نفس الانتيغرال من واحد ل ا ديال اش ديال اكس اس ناقص جوج دي اكس باش تولي لي او بريم فوا او ا لا بويسونس ان. يعني اس هنا شنو هو؟ اكس اس ناقص جوج زيد عليها واحد اللي هي اكس اس ناقص واحد على ناقص جوج زائد واحد اللي هي ناقص واحد من اش من واحد ل ا. مزيان هنا ناقص غادي تخرج لبرا ناقص من كتخرج كدير لي بو كتقلبهم. يعني هنا اكس اس ناقص واحد راه هي واحد على اكس ناقص عاد تدخل على لي بوغ نتقلبهم عيولي من ا لواحد. مزيان يعني هذه هي الليميت كون ا طون فيغ بلوس لانفيني ديال اش واحد على اكس ناقص عوض بواحد واحد على واحد. ليميت في بلوس لانفيني هنا عوض اكس ب ا عاوتاني. ليميت في بلوس لانفيني واحد على ا شحال زيرو. مزيان وهنا ناقص واحد على واحد شحال هي ناقص واحد يعني لانتيغرال اي 6 شحال هو راه هو ناقص واحد كي داير راه كونفيرج. مزيان لانتيغرال اي 7 لانتيغرال اي 7 اللي هو لانتيغرال من زيرو لواحد لانتيغرال اي 7 اللي هو لانتيغرال من زيرو لواحد ديال اش ديال دي اكس على جذر اكس ياك. هذا راه كونفيرج من بعد غادي نشوفو علاش كونفيرج حيت هنايا الفا الاس ديال اكس راه صغر من واحد. احنا نشوفو دابا غادي نبرهنو بالحسابات هنا هذا فين عندي المشكل؟ عندي بزيرو عندي المشكل بزيرو هنا نخلي بلوس لانفيني اللي كنبدلو خلي هو زيرو لواحد ديال اش ديال دي اكس. شنو هي الجذر د اكس؟ هي اكس اس واحد على جوج طلع للفوق تتولي اكس اس ناقص واحد على جوج. لانتيغرال ديال اكس بريم يعني دي اكس اكس اس ناقص واحد على جوج شنو هو؟ هو اكس اس ناقص واحد على جوج زائد واحد اللي هو اكس اس واحد على جوج على ناقص واحد على جوج زائد واحد اللي هي واحد على جوج من اش؟ من زيرو حتى لواحد. بالنسبه لانتيغرال اي 7 شنو كيساوي ليا؟ اكس اس واحد على جوج شنو هي؟ هي الجذر د اكس. بالنسبه لهاد واحد على واحد على جوج جوج كطلع للفوق ها هي جوج لانتيغرال من اش؟ من زيرو حتى واحد. عندي المشكل في زيرو دابا يمكن لي نعوض بزيرو. لاحظ معايا بلي هنا جوج عامل اتعمل اتعوض باللول بواحد يعني جذر واحد ناقص تعوض بزيرو هذا زيرو. يعني بالنسبه للانتيغرال اي 7 شحال كيساوي ليا؟ جوج في جذر واحد راه هي جوج. اذا الانتيغرال اي 7 خرج ليا كيساوي جوج كيساوي عدد ماشي بلوس لا موال لانفيني يعني راه كونفيرجون. الانتيغرال اي 8 اللي هو الانتيغرال قبل الاخير لانتيغرال اي 8 اللي هو لانتيغرال من اش من زيرو لبي على 4 ديال الكوس دو اكس هنا الجذر ديال سين دو اكس دي اكس. الدائرة المثلثية خصها تحضر هنا سين الكوس موان سين موان الكوس الشقاق كيمشي بهذا الاتجاه لانتيغرال بالاتجاه المعاكس. شنو هو الشقاق ديال السين؟ راه هو الكوس هو عندي هنا. يعني بالنسبه ليا هنا اي 8 شتولي هي لانتيغرال من زيرو حتى بي على 4 فين عندي المشكل؟ عندي في زيرو حيت سين زيرو اللي كاينه في المقام هو زيرو. مزيان اذا بالنسبه ليا هنا تولي هي الكوس دو اكس هنا هذا الجذر دو اكس طلع للفوق غتولي سين دو اكس اس اش اس ناقص واحد على جوج دي دو اكس. عندي اي بريم حيت هذا الكوس شنو هو الكوس؟ هو الشقاق د السين. يعني هنا لانتيغرال من زيرو لبي على 4 ديال سين دو اكس
بريم اش في السين اس ناقص 1 على 2 في السين اس ناقص 1 على 2 ديال اكس دي دو اكس مزيان يعني عندي او بريم في او على بويسونس موان زان دومي يعني بالنسبه ليا هنا هاد اي 8 هذا شايبو كيساوي ليا لانتيغرال هنا راه باينه من 0 بي على 4 ديال اش ديال اي اس ناقص 1 على 2 زائد 1 شنو هي ناقص 1 على 2 زائد 1 راه هي اس 1 على 2 يعني هنا الجذر سين دو اكس ولتحت ناقص 1 على 2 زائد 1 اللي هي 1 على 2 1 على 2 شعوق على هاد الجوج هادي كتطلع للبسط مزيان يعني تخرج ديالنا هنا تعويضات دابا اي 8 شنو يساوي ليا اي 8 جوج ها هي برا عوض بي على 4 سين بي على 4 راه هو جذر جوج على جوج يعني تكون عندي هنا الجذر ديال جذر جوج على جوج ناقص عوض بزيرو الجذر ديال السين ديال زيرو كنعرف بلي السين زيرو راه هو زيرو يعني هادي زيرو مزيان جوج هنا ها هي وهنا الجذر ديال جذر جوج على جوج مزيان اذا بالنسبه ليا هذا هو اي 8 لاحظت راه خرج كيساوي ليا قيمه ماشي بلس لو موان لافيني يعني بالنسبه لانتيغرال اي 8 مالو راه كونفيرجون نشوفوا اخر انتيغرال في التمرين هذا اللي هو اي 9 بالنسبه لانتيغرال اي 9 شنو هو الانتيغرال اي 9 هو الانتيغرال من 0 بلس لانفيني ديال اش ليكسبو ديال لاك طونجون اكس على اش على 1 زائد اكس او كاري دي اكس عقل معايا شنو قلت لك قبيله قلت لك باللي الاكس بو بريم كيساوي ليا اي بريم فاش فليكسبو دو اي يعني الا دخلتي لانتيغرال لانتيغرال هنا مع الشقق كيمشي يعني شنو هو لانتيغرال دو اي بريم في اكس بو اي راه هو الاكس بو لاحظ معايا الشقق ديال الارك طونجون شنو هو هو 1 على 1 زائد اكس كاري هو اللي هنا يعني شنو هو لانتيغرال ديال هذا راه هو الاكس بو ديال الارك طونجون يعني بالنسبه لاي 9 هنا شايفو كيساوي ليا المشكل فين عندي في بلس لانفين زيرو لاحظتي راه بقا تعوض ما عندكش المشكل يعني بالنسبه لهذا هذا شنو هو اكس بو ديال الارك طونجون دو اكس هنا من اش من زيرو حتى بلس لانفيني نعوضها ب ا يعني بالنسبه ليا هنا 9 شنو غتعوض في بلس ب ا يعني ليميت كون ا طون فيغ بلس لانفيني ديال اش ديال ليكس بو دارك طونجون د ا موا نعوض بزيرو يعني ليكس بو دارك طونجون زيرو بالنسبه لاي 9 اش غيساوي ليا هنا الليميت من اكس طون فيغ بلس لانفينيت اكس بود ا شنو هو هو بي على جوج يعني هذه هي الاكس بود ديال بي على جوج هو شنو هو لارك طونجون زيرو هو زيرو الاكس بود زيرو شحال هو هو اذا هذه هي القيمه ديال لانتيغرال اي 9 اكس بود ديال بي على جوج ناقص واحد كي داير هاد لانتيغرال راه كونفيرج مزيان هاد لانتيغرال هذا راه كونفيرج اذا هذا بالنسبه لانتيغرال اي 9 هكا كنكونوا سالينا التمرين رقم واحد التمرين الثاني فهمتي راه تمرين اعتيادي صافي عرفتي شنو تخدموا نتوما كيما خدمنا التمرين الاول عادي ندوز على داك التمرين نمشيو دابا للتمارين اللي فيهم لي كريتير ديال تكوشي ديال الكومباريزون ديال ليكيفالون الى اخره